أيها المؤمن في يوم الخندق لما ضرب عمرو أمير المؤمنين على رأسه وجاء الرسول صلى الله عليه وآله ورأى تلك الدماء أخذ يمسح بكريمته دماء أمير المؤمنين ويقول له يا علي أين أنا عنك؟ إي والله أين أنت يا رسول الله؟ أين أنا عنك يا علي يوم ينبعث أشقاها؟ أشقى الأولين والآخرين فيخضب شيبتك من دم رأسك. بيوم آخر كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب في آخر جمعة من شهر شعبان وتحدث فيه عن شهر رمضان. قام علي التلميذ الأكبر لرسول الله قال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال يا علي الورع عن محارم الله. يقول ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أمير المؤمنين ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي لما يستحل بي هذا الشهر من سفك دمك. يقول يا رسول الله أفي سلامة أنا من ديني؟ قال بلى بلى يا أمير المؤمنين. ولذلك تجد في آخر أيام أمير المؤمنين لما قرب هذا الشهر كان يكثر تقلب عيني في تلك النجوم وينادي إلهي وهو يمسح على شيبته إلهي متى ينبعث أشقاها؟ تارة يضع القرآن على رأسه ويقول إلهي مللتم وملوني وسئمتم وسئموني متى ينبعث أشقاها؟ فيخضب هذه من هذا. كان إذا رأى ابن ملجم يقول أريد حياته ويريد قتلي. مأجورين مأجورين ما وصلنا بعدناها ما هدحناها. كان يقول لأصحابه هذا قاتلي. شلون أمير المؤمنين بهالشهر يقول لما جاء شهر رمضان كان له في كل ليلة إفطار عند أحد أبنائه في مثل هذه الليلة كان إفطاره عند أم كلثوم زينب الصغرى. لما انتهى علي من صلاته دخل علي الدار. أريدك بعينك وبقلبك تعيش اللحظات ويا علي. ما أنا إلا مذكر التوفيق ما يصير إلا بحضور القلب يا مؤمن. يقول لما جلس علي جاءت له بالإفطار نظر علي إلى المائدة تحادرت دموعه على خده. بني أتريدين أن يطول وقوف أبيك بين يدي الله؟ بني ارفع اللبن. ايش جابت يا علي؟ قرصين من شعير، إدام من ملح، قصعة من لبن. بني ارفعي اللبن فما من مؤمن ولا عبد طال مطعمه أو طاب مطعمه وشرابه إلا طال وقوفه بين يدي الله. يقول قام علي
أكل قرصا من الشعير، أكل شيء من الملح، ثم دعا بالماء، توضأ علي وقف للصلاة. اليوم أم كلثوم تراقب عليه، تراه تارة ينفتل من صلاته ويقلب وجهه في السماء وينادي بسم الله وبالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله، ما كذبت ولا كذبت، اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت، يا الله يا الله. ثم يعود إلى صلاته، تقول جلس، استند على الجدار، هومت عينه فجلس مرعوبا، دعا بأبنائه جاءوا عنده، نظر إليهم قال أبنائي رأيت رؤيا أهالتني. أباه ماذا رأيت؟ قال رأيت رسول الله ينظر إلي ويقول يا علي أنت صائر إلينا عن قريب. أباه وما تأويل هذه الرؤيا؟ أظن أن يومي هذه الليلة وأنا ماض عنكم، فضجوا ضجة واحدة وعليا. هنيئا لك، هنيئا لك، قلبك ويا علي، يعني مو بس أم كلثوم خايفة على علي. أمرهم بالسكوت، نهاهم عن الشر، أمرهم بالخير، ثم أشار إلى انصرافهم فانصرفوا. تقول أم كلثوم فقام علي إلى صلاته، تقول أرق أبي فأرقت معه، قلت أبا ما لي أراك قلقا هذه الليلة، قال بني إن أباك خاض الأهوال وجدل الأبطال، ما دخل في قلبه رعب كما دخل هذه الليلة. مو علي خايف من الموت، لا، حول المطلع لقاء الله. تقل ما دوبك إلا في العبادة والتهاجي، وأشوف أمرك في العبادة زايد يزه، وتذكر كلام يشعب فادي يا صندي، بلع سبعيد البلا عنك يا مهيو، يقلها وعبرات على خد جرية، أنا جني عاينها علامات المنية، وجني بدونكم من بعد عين خلية، وهذا الذي يمخدر بالله مكتوب. قال بني إذا طلع الفجر فأعلميني. تقول أم كلثوم بقيت مراقبة حتى إذا لاح الفجر، جئت إلى أبي قلت أبا لقد لاح الفجر، أعطيته الماء، توضأ علي، لبس ثيابه، نزل إلى الدار، وكان في الدار أويس، تصايحنا في وجه علي، فقال صوائح تتبعها نوائح. أبا ما لي أراك تتطير
بني ما منا أهل البيت من يتطير أو يتطير به، ولكنها قول جرت على لسان أبيك. جاء علي إلى الباب حاول أن يفتح الباب، فتعلق مئزره بالباب حتى سقط، فانحنى علي عليه يسويه وهو ينادي شدود حيازمك للموت، إن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوادك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك، تقل بابك ينادي يا علي لا تطلع اليوم، هذا ابن ملجام ناوي خضبك بالدمه ويفجع بذبحك يا علي زينب، وكل ثوم بالله عسى بعيد البلا عنك يا ابو حسين، تقل ابويا لا تطلع المسجد يا ابويا وصلي بالبيت، عند علم من تطلع الليلة فلا جي، خوف يا ابويا من خيالك يختل البيت وتضيع من بعدك يا ابويا هالنساوي. اه اه وعليا تقول له يا ابويا اخر الطلعة شوية، أبا أندب حسن وحسين وابن الحنفي، وبندب لك العباس واخوانه سوي، محل الأبو يمشي وأولاده يشيعونه، قل له يا ابويا طلعتك ما هي بطيبي، توخر أبد زود منك يا حبيبي، أنا بعدك فلا ألام لو شق يا هو يرجعنا عقب عينك المدينة. ودعها علي مضى إلى الجامع، دخل إلى المسجد صلى ركعتين ثم توجه إلى المأذنة، وضع سبابتيه في أذنيه ونادى الله أكبر الله أكبر، ما بقي بيت إلا ودخله صوت عليه كأنه ينادي الوداع الوداع، في أمان الله يا علي. فلما انتهى من أذانه نادت زينب أدان أدام الله أدان، محلى التشهد في كلامه، يا رب لا تقطع رجان، يعود لنا سالم أبانا سالم يا علي سالم، تقل اسم الله اسم الله وسلام الله عليهم، صلي الليل ومنجي العذر علي حماي لدخيل، والفي القراءة يرتل القرآن ترتيل الله الله. فلما انتهى علي نزل من المأذن يمر على النائمين وينادي الصلاة الصلاة، حتى مر على اللعين وهو نائم على وجهه وقد وضع سيفه تحت أثوابه، يقول له لا تنم هذه النوم فإنها نومة الشياطين. الله يا علي الشمس
تظهر على البر والفاجر حتى هذا اللعين علي ينصحه يقول لنم على يمينك فإنها نومة العلماء أو على شمالك فإنها نومة الحكماء أو على قفاك فإنها نومة الأنبياء تحرك اللعين يوهم عليا أنه سيطول قال لو شئت لأنبأتك بما تحت أثوابك إنك عزمت على أمر تكاد السماوات والأرض أن يتفطرن من وتنهد الجبال طولا جاء علي إلى الإسطوانة التي كان يصلي عندها خرج اللعين وقف خلف الإسطوانة وعليه رفع علي يديه كبر للصلاة الله أكبر هوى علي إلى الركوع وكانت الركعة الأولى ثم هوى إلى السجدة الأولى خرج اللعين شهر سيفه رفعه إلى أعلى لما رفع علي رأسه من السجود ضربه اللعين على أم رأسه وعليا وإماما استفقت أبواب الجامع هبت رياح الخسوف والكسوف نادى جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء حيدر وقع بين السجدتين والراس منه انجسم نصه وجبريل نادي يا مسلمي بدم راسك مخضب يا ابو حسين سمعت زينب الصرخة جاءت إلى إخوتها أخي حسين حسين محمد عباس ما الذي جرى يا زينب قالت وني ولا أدري بياصو والناس تتراكض بالدرو يقولون داحل بها بمصيو خرج أبناء علي جاءوا إلى الجامع وإذا بعلي يخور في دمه وأصحابه يريدون أن يجلسوا ولا يستطيعوا جاء الإمام الحسن تقدم القوم فصلى وعلي يصلي بالإمام فلما انتهى الحسن من صلاته التفت إلى أبي عبد ضربة القشرة يا بويا منين حل بعدك يا داح الباب شوكة نفتل هالضربة اللي هدت كان المسل اللي فعلها راح يا باب العلم من جسر يا لهوت العظام يا بحسن بطل ونيناك يا الولي قلبي تفتح بطل ونينا والدمع هلو تحدى صابغ بدم الراس وينادي يا شب هالأمر مكتوب لي من عالم الده
من عالم التكوين هالطبران كتبه واسمي انا المعروف بالشدات لصعب وابوك تدري ما يهم براسه اسوى واشوف يا ابني طحيت من ضربات المحرق ما اقدر احاشيكم ترى دمومي النزفه يقول نظر الى ولده الحسن يقول له قبل المنيه يا حسن قبل المنيه تمم صلاتك يا حسن والحق عليه وهالجرح جيبوا له قطن يا ابن الشفيه شدوا العصايبكم وشدوا عليه عصا ثم نادى ابناء احملوني جاء الابناء رفعوا عليا على الاكتاف وهم ينادون وعليا ارتفعت الضجة خرجت زينب وقفت على البحر لما نظر اليها علي قال انزلوني انزلوني لماذا يا علي؟ قال زينب تراني محمول على الاكتاف زينب تنادي هل ذي محمول من وين بالله اخبروني يا اخواني حسن وحسن قالوا له يا مخدر سيد الكل لطمت على الهامة وفوق القاع خره فأصاب جبهته الشريفة خاطبا منها كريمته الدم خنديدة يا الله أحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين فرج عنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب ويكشف السوء أمن ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم اللهم فك كل أسير وفرج عن المكروبين والمسجونين يا الله اللهم رد كل غريب اقض دين كل مدين اقض حاجة كل محتاج أيد العلماء العاملين الربانيين وفرج عنهم يا كريم لا سيما الشيخ الجليل أبا سامي اللهم فرج عنه فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا بسوء فأريد ومن كادنا فكده يا جبار السماوات والأرض
إخواني الحاضرين والمسببين لهذا الاستماع والاجتماع، احفظهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء، رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.